هاي ما تشردش حتى 100 كيلومتر تنقله بسرعة إلى أماكن كثيرة. كوفية فلسطينية وباكول أفغاني، رمزان اجتمعا في رجل واحد، أحب العسكرية وكرس نفسه للقتال، فأمضى حياته يجول بين البلدان من سهول فلسطين إلى جبال أفغانستان، لتكون النهاية اغتيالاً بتفجير غامض على أرض بيشاور الباكستانية. هكذا وجد عبد الله عزام نفسه في أماكن صناعة أحداث تاريخية خلال ثمانينيات القرن العشرين. أهل الجهاد الذين حضروا الساحة وعاشوا تلك المرحلة يعلمون أن الجهاد الإسلامي في أفغانستان لم يستفد من أحد كما استفاد من الشيخ عبد الله عزام، حيث أنه حرض الأمة من أقصى المشرق لأقصى المغرب. عبد الله عزام مناظر راديكالي قاد تجنيد العربي للقتال في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي. أسس مكتب خدمات المجاهدين في بيشاور ليكون بوابة من عرفوا بالأفغان العرب نحو حركة جهادية ذات طابع عالمي. هناك ولد تنظيم القاعدة، العمود الفقري للحركة الجهادية العالمية. في عام 1987 كتب عزام كتاباً قصيراً تحت عنوان إلحق بالقافلة، دعا من خلاله كل المسلمين الأصحاء إلى القتال في أفغانستان. اللحاق بالقافلة تعبير أدخله عزام إلى معجم الجهاد العالمي، وتحت عنوان القافلة تتبع الباحث النرويجي توماس هيغهامر سيرة عبد الله عزام. جمع هيغهامر آلاف الصفحات من أوراق ومنشورات عبد الله عزام والمئات من محاضراته ليخرج كتاب القافلة سيرة عبد الله عزام ومحاولة لفك لغز صعود الجهاد العالمي. قبل 10 سنوات عندما بدأت في بحثي حوله كان عزام لغزاً، بدا كمنطقة معتمة على الخريطة، كان ذاك الشخص الذي يتحدث عنه الجميع. والمثير للاهتمام في عزام هو أن إرثه أصبح موضع تنازع شديد. شخصية الشيخ عبد الله عزام شخصية محورية ولها تأثير كبير ولها حضور في كل التيارات، مع أنه كان يعني قياديا في جماعة الإخوان المسلمين ونشأ فيها، إلا أنه لم يكن متعصباً تنظيمياً، وهذا ما جعل تأثيره أوسع من إطار هذه الجماعة. وعندما انتقل من العمل الدعوي إلى العمل الجهادي استطاع أن يستقطب كثير من الجهاديين أفراداً وجماعات. البداية من قرى جنين شمال الضفة الغربية، حيث ولد عبد الله عزام مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، وسرعان ما وقعت النكبة فتركت ندبة في وعي الطفل الناشئ حملها معه حتى آخر حياته. قريته أسيل الحارثية تقع في سهل مرج بن عامر على الخط الأخضر مباشرة، هذا يعني أن موقعها كان قريباً جداً من العدو، وعنى كذلك أنهم قد خسروا مساحات من الأراضي عام 1948.
السيل الحارثية تقع على تلال مرتفعة، لذا ولعقود قادمة كان الأهالي ينظرون من نوافذ بيوتهم إلى الأراضي التي فقدوها كل يوم. التحق عزام بمعسكرات التدريب على السلاح التي عرفت بقواعد الشيوخ، والتي نظمها الإخوان المسلمون بالتعاون مع الفدائيين الفلسطينيين. هكذا كانت هزيمة 67 اللحظة التي اكتشف فيها عزام نفسه. سيتطلب الأمر 18 شهراً فقط بعد ذلك لنرى عزام يحمل بندقية كلاشينكوف على الحدود الأردنية الإسرائيلية، يقف على هضاب إربد وجبالها وبين كهوفها وصخورها وفي الأغوار وعلى ضفاف اليرموك، يرتدي الكاكي، في يده الكلاشينكوف وفي جيبه مصحف لا يفارقه. هناك أمر واحد حدد مسار حياته برأيي، وهو تهجيره عام 1967. فقبل 67 أعتقد أن الذي كان في ذهن عزام هو أنه سيكبر ويموت في فلسطين، لكنه في منتصف حرب الأيام الستة قرر مغادرة الضفة الغربية إلى الأردن، ومنذ ذلك الحين أصبح لاجئاً ولن يعود إلى فلسطين أبداً. مطلع السبعينيات حصل عبد الله عزام على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من الأزهر في مصر، ثم عمل أستاذاً في الجامعة الأردنية. كما أن عزام كان أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين، لكن بأفكار متشددة لم تألفها مدرسة الجماعة. لكن ومع الوقت اكتسب عزام شعبية واسعة بسبب شخصيته الثائرة والتي كانت حاضرة في دروسه وكتاباته، ما أثار سخط الدولة وجماعة الإخوان المسلمين على حد سواء، حتى أطلق عليه سيد قطب الأردن. حمل السلاح في الأردن عندما كان مسموح العمل المسلح لتحرير فلسطين. عندما وقع الصدام بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الأردنية، هو وضع السلاح، انسحب، لم ينضم إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي غادرت الأردن أو التي واجهت الدولة. أن يشاركوا الأفغان بأنفسهم في هذه المعركة. في الأسبوع الأخير عام 79 نقطة التحول الكبرى، بعد أن اجتاح الجيش الأحمر أفغانستان، ما أشعل شرارة الجهاد الأفغاني ضد السوفييت. في الوقت نفسه كان عزام قد بلغ 40 من عمره، وكان يملك منزلاً كبيراً في العاصمة الأردنية، إضافة إلى عمله الأكاديمي في الجامعة ومنصباً قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين الأردنيين. لكن وفي عام 81 سيترك عزام كل هذا وراءه لمستقبل غامض. ففي محاضرة جامعية ألقاها عزام بمناسبة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان، أثنى بشدة على المجاهدين الأفغان الشجعان، لكنه تساءل كيف يمكن أن ندعمهم وما الذي يجب علينا فعله. أفكار لم تألفها الساحة الأردنية، فكان خروجه من الأردن نتيجة حتمية لنشاطه السياسي الحاد. بدا الرجل متشدداً بالنسبة للدولة، بل حتى بمقاييس جماعة الإخوان المسلمين. قال عزام في أحد لقاءاته إنه أراد المشاركة في نضال مسلح، لكنه لم يكن يعرف أين ستأخذه أفكاره، وشرح ذلك بقوله إنه فكر في خيارين اثنين، اليمن أو أفغانستان،
سنذهب إلى إحدى الجبهتين ونعيد ممارسة هواية الجهاد حسب قوله. طبعا الشيخ عبد الله عزام عندما قرر، عندما أوقف من التدريس في الأردن وبقي بدون عمل، ويعني أنت تعرف في النهاية يعني رب بيت ورب أسرة وإيجار وأكل ومصاريف والتزامات حياة ودنيا ومدارس أولاد وكذا، يعني وفقه الله في إيجاد عقد عمل في السعودية في جامعة الملك عبد العزيز. استقر الأمر بعبد الله عزام في المملكة العربية السعودية مدرساً مؤقتاً في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وكانت السعودية في ذلك الوقت نشطة في دعم الجهاد الأفغاني. في الوقت نفسه وصل إلى المملكة أحد قادة جماعة الإخوان المصرية كمال السنانيري، أحد أبرز قادة التنظيم، حيث درس على يد حسن البنا وعمل في التنظيم السري، وكانت تربطه بعزام علاقة جيدة منذ أيام دراسته في القاهرة. كان السنانيري قد عاد لتوه من بيشاور، فتوقف في السعودية للقاء بعض الإخوان من بينهم عبد الله عزام. هذا اللقاء رجح كفة الذهاب لأفغانستان عند عزام. يقول عزام في أوراقه: كنا على صلة وثيقة من أيام مصر، فقال لي: ليست هذه الأرض بدار قرار، احزم أمتعتك وأقبل إلى أفغانستان. فبدأت أهيئ نفسي للحاق به. بدا السنانيري واثقاً من أنه أقنع عزام، حتى إنه أرسل لزعماء المجاهدين في أفغانستان: سنرسل لكم قائداً من قادة الحركة الإسلامية، الدكتور عبد الله عزام. أنا كنت أستاذاً في الجامعة وأسكن في بجانب الحرم في مكة، ولكن علم الله أن أمثال هذه الوقفات أحب إلي من الحياة في مكة سنوات. قرب أفغانستان وفي بيشاور الباكستانية بدأ عزام نشاطه الذي لا يزال مثار جدل واسع حتى يومنا هذا، وكأن بيشاور قد غدت مكاناً على حافة العالم. حالة فريدة، كان المسلحون من حول العالم قادرين على الاجتماع والعمل كما يريدون بأقل قدر من التدخل الحكومي، وهكذا أصبحت أفغانستان ملجأً آمناً للإسلاميين الواقعين تحت ضغط سياسي في بلادهم. وبعد انخراط عزام في ساحات القتال دعا إلى النفير، وكان من أشهر كتبه آنذاك آيات الرحمن في جهاد الأفغان. الجهاد الآن فرض عين، فلن يصبح فرض عين أبدا إلى يوم القيامة. هذا متفق عليه يا إخوان، قاعدة متفق عليها بين جميع المفسرين والأصوليين والمحدثين والفقهاء. الإنسان لما يستشعر أنه الملائكة معاه مثل ما أنه يستشعر أنه الشياطين مع الظالمين، ولو كانت الملائكة تقاتل ما في داعي أنها الشعوب تقاتل ولا الناس ترد الظلم، طالما أنه هناك ملائكة تمتلك قوة خارقة قادرة على هزيمة الظالمين. فأعتقد كتابه يعني آيات الرحمن في جهاد الأفغان كان من الكتب اللي سببت انحرافا فكريا، وأعتقد أنه هذا الانحراف له ما بعده. أعتقد أن الكتاب كله مبني على مرويات لا أصل لها. يعني كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان كان من رغم أنها رسالة صغيرة، الملفت فيها هو أنها لقيت يعني ترحيبا في نفوس المسلمين. الله أكبر، مجموعة من الأفغان ببنادق صيد دمروا كذا دبابة، بغض النظر صحيحة ولا مسيحة كانت تزيد قبولا، وهذا كان يفسر درجة الإحباط، حالة الإحباط التي كان يعيشها العالم العربي.
طالما تم تفسير حشد العرب إلى أفغانستان بأنه خليط من تشجيع الحكومات والبحث عن ملجأ آمن، لكن عزام كان يعتقد بأن الجهاد فرض عين على كل المسلمين. تلك الفتوى كانت أول محاججة فقهية مفصلة للقتال في العصر الحاضر، وقد تبعها متطوعون للقتال ذهبوا إلى العديد من أماكن النزاع خلال العقود التالية. في المقابل قدم العديد من الإسلاميين لاحقاً اعتراضات على هذه الفتوى التي أطلقت مارداً للعمل المسلح. أعتقد أن هذا ألهم كثيراً من الأشخاص للذهاب إلى القتال، والأهم من ذلك أنه فتح صندوق الشرور وقوض السلطات التقليدية في مسائل الجهاد. فببساطة قال عزام: لا تلقي بالا لما يقوله الشيخ في بلدك، ولا لما يقوله والداك أو حتى رئيس بلادك أو الملك، القرار قرارك. إذا ما كان هناك جهاد فهو مقدم على الآراء المضللة الأخرى. هذه تبدو فكرة خطيرة للغاية. لما قرأت هذه الفتوى الموقعة قررت أني أذهب إلى أفغانستان، لكن يعني خالي الذهن. وجدت نفسي يعني في موسم الحج وجها لوجه مع الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه. قلت له: أنا قرأت الفتوى التي أنت يعني تحدثت عنها، وأن الجهاد في أفغانستان فرض عين وما إلى ذلك، يعني مثلي الذي يريد أن يلتحق بالقافلة أن يذهب إلى الجهاد في أفغانستان، ما هي الخطوات اللي كيف أذهب هناك وما إلى ذلك؟ فهو قال: أنا أدرس في جامعة إسلام آباد، في الجامعة الإسلامية العالمية، إذا وصلت إلى هناك فأنا سوف إن شاء الله يعني أساعدك بالخطوات الأخرى بالانخراط في الجهاد الأفغاني. قضى عزام أول أعوامه في باكستان وهو يحاول دعم الجهاد الأفغاني سياسياً بنجاح متباين. فشل في توحيد الأفغان، لكنه نجح بتطويع الجمعيات الخيرية لصالح ما يرى، وبناء علاقات جيدة مع الحكومتين السعودية والباكستانية. نقطة تحول أخرى كانت من خلال تأسيسه لما يعرف بمكتب خدمات المجاهدين، بوابة المتطوعين للانخراط في الجهاد الأفغاني، وقاعدة بيانات المقاتلين وعائلاتهم. يقول عزام إن الشاب العربي كان يضيق صدره سريعاً، فيمكث أسبوعاً أو أسبوعين ليعود يائساً من الجهاد والمجاهدين، فأزعجه أن يرى حماستهم تذهب هباءً. ومن هذا المنطلق تأسس مكتب الخدمات، وكانت مهمته الرئيسية استضافة المتطوعين وفرزهم لاحقاً، إذ عرض عليهم الطعام والسكن لفترة مبدئية، وأعطاهم خيارات عما يمكن لهم فعله لاحقاً. لم يكن مكتب الخدمات مجرد منظمة عسكرية، بل جمعية خيرية مسلحة ركزت جهودها على خدمة الجهاد الأفغاني لوجستياً. أعتقد أن التأثير الأبرز لعزام تمثل في كونه غدا سفير الجهاد الأفغاني في العالم العربي بشكل ما. علينا أن نفكر في الأفغان العرب والمتطوعين العابرين للحدود كظاهرة منفصلة، ظاهرة صغيرة تعمل خارج الجهاد الأفغاني إلى حد ما، وهو ما تكرر لاحقاً. إذ عمل هؤلاء إلى الخارج قليلاً من الجهاد في الشيشان وفي البوسنة، فدائماً ما كان الأمر يبدو مثل قوات زائرة صغيرة إلى جانب قوات محلية أكبر بكثير. كان هناك عوامل أكبر حددت نتائج الجهاد الأفغاني، أكبر من الأفغان العرب. أصبح عدد العرب الأفغان 10 أضعاف السابق، فأفكار عزام كان لها تأثير كبير على حشد المقاتلين الأجانب إلى أفغانستان. لكن ما هو عدد المقاتلين الأجانب الذين انتهى بهم المطاف في أفغانستان؟
يعتقد كاتب سيرة عزام الباحث النرويجي توماس هيغهامر أن مجموع العرب الذين شاركوا في الجهاد الأفغاني لم يتجاوز 7,000 متطوع. أنا توصلت يعني بعد بحث طويل إلى رقمين فيما يتعلق بالمجاهدين العرب في أفغانستان. في رقم 80,000 الذين دخلوا باكستان وأفغانستان، وهذا رقم حقيقي. المقاتلون المحترفون بحسب المسؤول العسكري للقاعدة أبو حفص المصري يقول أن العدد لم يزد على 2,000، ولا نعرف جبهة من الجبهات. حتى في أدبيات الاتحاد السوفيتي لم يكن يقال أن المجاهدين العرب هم الذين فتحوا جبهة أو حرروا منطقة. في ذلك الوقت ظهر في بيشاور شاب سعودي أخذ اسمه يتداول في أوساط الأفغان العرب، هو أسامة بن لادن، وعمره حينها 27 عاماً، سليل عائلة سعودية غنية، غدا لاحقاً زعيماً لأبرز حركات الجهاد العالمي. لم يكن بن لادن غريباً عن عزام، التقى الرجلان أكثر من مرة، إحداهما في أمريكا عام 78، إضافة إلى عدة لقاءات في السعودية والأردن. يقول عزام لاحقاً: اعتدت زيارته في بيته في جدة كلما ذهبت للحج أو العمرة، لكن المرة الأولى التي دعاني بها إلى منزله كانت في رمضان عام 1982. يذكر عزام في أوراقه أنه أقنع بن لادن عام 84 بالتوجه إلى بيشاور، وكان متهيباً من أن يصل بيشاور، لكن بعض من وصفهم بالعقلاء كانوا يوصونه بذلك. وعلى الرغم من أن بن لادن كان عضواً في مجلس شورى مكتب خدمات المجاهدين، إلا أنه لم يكن بنشاط عزام، حيث اقتصر دوره على تأمين التمويل اللازم. وحتى عام 86 استمر بن لادن بالعيش في السعودية، وبقول أحد مرافقيه كان الأخ أبو عبد الله يأتي ويرجع، وكان يقوم بجانب التمويل فقط. لاحقاً ينتقل بن لادن للعيش في بيشاور، وعندها ينسحب من مكتب الخدمات. سارت المسيرة في المأسدة، وسارت مسيرة صدى، ومع أننا اتفقنا مع أبي عبد الله أسامة مرة واثنتين وثلاث على ألا يزيد عن العدد 20، لكن الأخ أسامة يريد أن يوسع العمل، ويريد أن يستنفر العرب، ويريد أن يقاوم الروس، وفي ذهنه مشاريع كثيرة. والحقيقة أن حماس أبي عبد الله أسامة بن لادن مع وجود المال بين يديه يمكنه من أن ينفذ ما يريد. العلاقة بين الشيخ عبد الله عزام وأسامة بن لادن مرت أنا في تصوري بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة ارتباط التلميذ بالشيخ، التلميذ بالأستاذ، ارتباط الجندي بالأمير، ارتباط الموظف بالمدير. كيف يريد أن يخدم الجهاد الأفغاني؟ ما هو الأسلوب؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الأولويات؟ كلها كان أسامة بن لادن رهن إشارة، كما كنا كلنا رهن إشارة الشيخ عبد الله عزام. لكن مع كل أسف وتركت في نفوسنا حسرة، خليني أقول أرخ لها 87، بداية 88 بدأت تظهر من أسامة يعني نوع من الاستقلالية الغير محمودة، يعني غير مقاربات الشيخ عبد الله عزام في كيفية خدمة الجهاد الأفغاني، ألا وهي أنه بدأ كأنه يتبنى مفهوم جماعة الجهاد المصرية، وبدأ يقترب منهم كثيراً. ازداد عدد المقاتلين الإسلاميين في بيشاور بشكل ملحوظ، لكن تتحدث المصادر عن طيف واسع من المشاكل التي مر بها مكتب الخدمات، بدءاً من التوترات الصغيرة وانتهاءاً بالأزمات الحرجة. المقاتل المصري أسامة رشدي قال لاحقاً إن مكتب الخدمات كان به العديد من مشاكل البيروقراطية،
فالإدارة لم تكن جيدة والمشاريع لم تكن تكتمل. يروي باسل محمد في كتابه صفحات من سجل العرب في أفغانستان: زار مكتب الخدمات شباب متحمسون قادمون من أمريكا، لكنهم رأوا أن الفوضى التي تسود أوساط العرب هناك هي الأصل، وأن النظام والانضباط هو الاستثناء. كان الإخوة يأتون فلا يجدون الاستقبال، ويدخل واحدهم إلى المكتب فلا يعرف أين سيذهب. هل هناك تدريب؟ هل سيتجه للجبهات؟ لا يعرف. وقت ذاك كانت حوالي 6 أشهر قد انقضت على تأسيس مكتب الخدمات وعلى ابتداء مسيرته. لم يكن عزام هو من أطلق مشاركة العرب في أفغانستان، لكنه ضاعفها. كان دوره مهماً في المرحلة الوسطى، عندما تحول العرب الأفغان من كونهم مجرد ظاهرة هامشية من عشرات الأفراد ليصبحوا حركة مستديمة بذاتها من آلاف الأشخاص. فأصبح عزام مع الوقت خصماً للحكومة الباكستانية، إذ كانت إسلام أباد قلقة من أن يخرج مجتمع العرب الأفغان عن السيطرة، حتى إن عزام قد اشتكى من قلة اهتمام باكستان بالجهاد في أفغانستان. وكان التطور الأخطر عام 86، عندما عطلت الحكومة الباكستانية مؤقتاً عمل مكتب الخدمات. في أثناء ذلك طلبت السلطات الباكستانية من عبد الله عزام مغادرة البلاد كما أوضح لاحقاً. استدعتني الحكومة الباكستانية بضغط من بعض الحكومات العربية، وطلبت مني أن أغادر باكستان وأن أترك الجهاد. مع الوقت أصبح لعزام الكثير من الخصوم والنقاد، بعضهم داخل مجتمع العرب الأفغان، حتى إن السلطات السعودية لم تكن مسرورة من قيادته للأفغان العرب في أفغانستان، خشية تحولهم إلى ذراع لجماعة الإخوان المسلمين. سعت الحكومة السعودية لإبعاد المتطوعين عن مكتب الخدمات، كما شجع السعوديون على تأسيس مضافات جديدة للعرب المتطوعين تنافس مكتب الخدمات. جهاد العالمي في أفغانستان لم يكن فوضوياً، كان منضبطاً بإطار دولي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، وميدانياً باكستان بقوانينها وأجهزتها، وكل شخص كان يصل أفغانستان كان يصل بعلم السلطات الباكستانية. هذا الفارق الجوهري بين الجهادية العالمية التي نظر لها وسار فيها الشيخ عبد الله عزام، وبين ما سبقه وما تلاه من تنظيمات جهادية، هو لم يشرع أن الخروج على الدولة. أعتقد أن بإمكاننا القول إن الحكومات سواء في الشرق أو في الغرب لم تقم فعلياً بإرسال الناس إلى أفغانستان. خلال 10 سنوات أمضيت الكثير من الوقت بحثاً عن أي أثر أو دليل يمكن أن يساعدنا في محاكمة هذه القضية، وكان استنتاجي في نهاية البحث أن من الواضح تماماً عدم وجود أي دليل على تقديم دعم مباشر من الغرب أو الحكومات للأفغان العرب أو المتطوعين من غير الأفغان كعزام أو بن لادن. إحدى المواقف التي وردت في سيرة القافلة كان لقاءً خاصاً جمع عبد الله عزام بالأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حينها، حيث كان الأمير سلمان مسؤولاً عن الدعم الإنساني السعودي الرسمي لأفغانستان، وكان مطلعاً بشكل جيد على نشاطات عزام. سأله الأمير لماذا تحرض الشباب العربية على المملكة؟ قال عزام: تعلم يا صاحب السمو أنني في كل محاضراتي وخطبي تقريباً أذكر موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً المشرف تجاه الجهاد الأفغاني. لكن عزام
قد واجه معارضة من الدوائر السلفية في السعودية، والذين اعتبروه ناقداً بشدة للأنظمة وليبرالياً حول قضايا الشعائر، كما إنهم كانوا ناقدين لفتوى عزام بشأن الجهاد في أفغانستان. وتغيرت الأحوال كثيراً في بيشاور، ولم يعد وضع مكتب الخدمات في أحسن أحواله. على الرغم من أن عبد الله عزام قد غادر فلسطين عام 1967، إلا أن فلسطين احتلت موقعاً مركزياً في ذهنه ومنظوره الاستراتيجي. يقول عزام نهاية عام 1989: أنا فلسطيني، ولو وجدت طريقاً إلى فلسطين كان أحب إلي أن أقاتل فيه. وأقر بشكل واضح أن فلسطين هي أولى من أفغانستان. عمر فلسطين ما فارقت الشيخ عبد الله عزام، حتى قبل استشهاده. لمن يريد أن يرجع إلى بعض المقالات التي كان يكتبها عن في مجلة الجهاد تحت عنوان من القلب إلى القلب، يعني بمعنى كان يقول قلبي هنا في أفغانستان وقلبي الأصلي هو هناك في فلسطين. وجود الإسلام يعني زوال إسرائيل، ووجود إسرائيل يعني الاستمرار في خنق الإسلام في المنطقة. وفي آخر عامين من حياته عاد عزام استثمار نفسه في النضال الفلسطيني، خاصة مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 87. وفي مجلة الجهاد التي كان يصدرها مكتب الخدمات خصص عموداً ثابتاً تحت عنوان من القلب إلى القلب. وسرعان ما لاقت أفكار عزام صداً في فلسطين، خاصة لدى شباب التيار الإسلامي الذين انخرطوا في صفوف الانتفاضة، حتى إن الجهاز العسكري لحركة حماس وعند تأسيسه الأول حمل اسم كتائب الشهيد عبد الله عزام. وفي 24 من نوفمبر عام 89، وقبيل صلاة الجمعة، كانت سيارة عبد الله عزام تتجه إلى المسجد الذي اعتاد أن يخطب فيه بمدينة بيشاور الباكستانية. قنبلة مزروعة على جانب الطريق قسمت سيارته إلى نصفين وقتلت كل من كان فيها، عبد الله عزام وولديه محمد وإبراهيم. ورغم وجود الكثير من الفرضيات، إلا أن القضية لا تزال مفتوحة حتى اليوم. إنه لغز حقيقة، وكذلك التوقيت كان غريبا جدا، فقد كان بعد انسحاب السوفييت من أفغانستان، وبالتالي فالجهاد الأفغاني كان قد انتهى عمليا. في أواخر كتابي وضعت قائمة بكل الخلافات التي كان عزام منخرطا فيها. لقد كان ينظر إليه كشوكة في خاصرة العديد من الجهات الفاعلة، ابتداء من الحكومات في المنطقة كالحكومتين السعودية والأردنية، إلى المخابرات الإسرائيلية والغرب، وأيضاً ما سمي بالمصريين في مجتمع الأفغان العرب. على سبيل المثال، البعض يذكر الإسرائيليين لأن هناك دليلاً على قيام عزام بتدريب فلسطينيين عادوا لاحقاً ونفذوا عمليات في الأراضي المحتلة، وبالتالي فقد كان عزام يشبه عامل مضاعفة القوة للمقاومة الفلسطينية، وربما أراد الإسرائيليون التخلص منه لذلك. لأن الجهاد نار ونور، فإذا هب في مكان فإن رياح الإيمان تنقله بسرعة إلى أماكن كثيرة. Hey, man, this is the end of the German. I'm gonna